المنير في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي، الوحدة الثامنة، مجال الصحة والتغذية والرياضة والأسفار. إذا اليوم عندنا موضوع نص قرائي تحت عنوان الفروسية في الصفحة 204 و205 والصفحة 206. إذا ننتقل إلى الصفحة 205 للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بأجيب. إذا ما هي السؤال الأول؟ ما هي مميزات الحصان العربي؟ من مميزات الحصان العربي جمال قوائمه وعرض جبهته وصغر أنفه وذكاؤه الحاد وسهولة قيادته وخفة جسمه. إذن مميزاته، إذن جمال قوائمه، ثم وعرض جبهته وصغر أنفه وذكاؤه الحاد وسهولة قيادته وخفة جسمه. إذن هذه هي مميزات الحصان العربي. إذا السؤال الثاني، ما هي الرياضات التي التي تستعمل فيها الخيول؟ السباق. إذا رياضة السباق، نعم. والصيد. رياضة القفز على الحواجز. القفز على الحواجز. ورياضة البولو. والبولو. إذن السؤال الموالي، لماذا تنتشر لعبة الفروسية في المغرب؟ حيث تتخذ طابعا شعبيا في المواسم والحفلات والأعراس. لأنها تتخذ طابعا شعبيا في المواسم والحفلات والأعراس. السؤال الموالي، أذكر بعض الدول الأوروبية التي تهتم برياضات ركوب الخيل. بريطانيا. إذن هناك بريطانيا، إيرلندا وفرنسا. نعم. السؤال الموالي، متى تصبح لهذه الرياضة مكانتها في الدول العربية؟ بعد انتشار ممارستها بين عامة الناس كانتشار لعبة كرة القدم وغيرها من الرياضات. إذا تصبح لهذه الرياضة مكانتها في الدول العربية بعد انتشار ممارستها بين عامة الناس ثم كانتشار لعبة كرة القدم وغيرها من الرياضات. لعبة كرة القدم وغيرها من الرياضات. إذا ننتقل إلى السؤال الموالي، أفكر، لماذا تتميز الخيل عن كثير من الحيوانات؟ تتميز الخيل عن كثير من الحيوانات لأن شرفها الله وذكرها في القرآن. نعم. إذا لماذا تتميز الخيل عن كثير من الحيوانات؟ إذن تتميز الخيل عن الكثير من الحيوانات لفوائدها العظيمة وما لها من قوة التحمل الفائقة. وما لها من قوة
التحمل الفائقة، وبالإضافة إلى أنها مطيعة، أنها من الحيوانات المطيعة، أنها مطيعة، زائد أن الله تعالى شرفها وشرف الله الخيل، ذكرها في القرآن. إذن بماذا تتميز لعبة الفروسية والقفز على الحواجز؟ إذن تتشابهان القفز على الحواجز. نعم، في القفز على الحواجز. إذن الخيل كتقفز على الحواجز، وحتى اللاعبين يقفزون على الحواجز أو العدائين. إذن السؤال الموالي: أبحثوا عن مجالات أخرى تستعمل فيها الخيل وعززوا ذلك بالصور. حنا غادي نذكروا بعض المجالات. عروض الخيل تستعمل في عروض الخيل، ثم في الحروب تستعمل، نعم في الحروب، ثم في سباقات التحمل، لأن قلنا بأن الخيل تتحمل، إذن في سباقات التحمل ترفيه. وفي الترفيه والثقافة الثقافة. هذه استخدامات أخرى للخيل لم تذكر في النص. إذن ننتقل إلى السطمير. إذن في الصفحة الموالية، إذن عندنا في الاستثمار: استعملوا الأساليب، اكتشفوا الأسلوب المتحكم في الفقرة. إذن حنا الأسلوب اللي غادي نديره هو كالتالي: غادي نحتفظوا بهذا الرقم أن هناك، غادي نحتفظوا في، ثم غادي نحتفظوا بوا، وفإن ولم لم وما. إذن هكذا سنبني أسلوبا على هذا المنوال. إذن رغم أن هناك مجهودات مبذولة في العالم عامة، وفي المغرب خاصة، للتغلب على الوباء، فإن بعض الدول لم تستطع التحكم في الوضع، لما إذن هذه لم ما دخلش لما بلغته من عدد المصابين. نعم، لما بلغته من عدد المصابين بالوباء. إذن ننتقل إلى أنجز أنشطة لغوية. أستخرج من النص أضداد الكلمات. إذن حقر ضدها شرف. نعم، شرف. إذن الله تعالى شرف الخيل، وضدها حقر، صعوبة، سهولة. نعم، قبح، جمال. نعم، جمال وحسن. إذن ما يمكنش النص حسن، ولكن اللي لقينا هي جمال. إذن لو كان حسن. إذن هنا ثم شنو عندنا؟ مجهول الضد ديالها معلوم. معروف. نعم، جوج. دونك اللي كاينة في النص هي معروف. إهمال. ثم إهمال. ضد إهمال. عناية. نعم، عناية. لأن العناية بالخيل أو الإهمال ديال الخيل. إذن السؤال الموالي: أستخرج من الفقرة الثانية 3 أدوات للعطف، وأذكر معاني كل منها. إذن عندنا الفقرة الثانية، عندنا من أشهر وأجود. نعم، إذن هذه هذا حرف العطف،
ثم عندنا ف وعندنا او. إذن هذه هي حروف العطف اللي كاينه في النص. إذن ثلاث حروف عندنا او وعندنا و وعندنا ف. إذن هذه هو الادوات العطف اللي كاينه. إذن او لما إذن شنو المعنى تاع او؟ للتخيير. إذن للتخيير. و و نعم. إذن الواو للمطلقي مطلق الجمع، والفاء للتعقيبي والترتيب. مرة كتكون للتعقيب مرة كتكون للترتيب. إذن ننتقل إلى أبحاث في النص عن ثلاثة أسماء تفضل وأضعها في جملة. إذن شنو الأسماء تفضل؟ أسبق. أسبق ثم أجود. أجود. أشهر. أشهر. إذن غادي نقولوا الجمل مثلا الفهد أسبق الحيوانات. الفهد نعم الفهد أسبق حيوانات. أجود مثلا أجود مثلا التعلم بالحاسوب. أجود التعلمات. التعلم بالحاسوب أجود التعلمات. أشهر مثلا شنو غادي نقولوا؟ أشهر المغنيين. مغنيون. المغنيون أشهر الفنانين. إذن أعرب الجملة التالية للعبتي. للعبتي جار ومجرور. جار ومجرور. وهو مضاف. وهو مضاف نعم وهو مضاف. الفروسية. الفروسية مضاف إليه. مجرور. وعلامة جره الكسرة الدائرة على آخره. تاريخ مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. وعلامة رفعه تنوين الضم. الضم. تاريخ هو حرف عطف. حرف عطف نعم. هو معطوف. هو معطوف. حرف عطف. وتاريخ وانتشار اسم معطوف. اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. وعلامة رفعه إذن احتل إذن هنا مكتش كنبيين. وعلامة رفعه تنوين الضم. إذن هنا يا والجملة وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم. لأن في الواقع الجملة شنو خصنا نقولوا؟ تاريخ وانتشار للعبة الفروسية. دابا الا بغينا نرجعوا الجمله نرجعوا للمبتدا الاول نقولوا تاريخ وانتشار للعبة الفروسية. هكا خصنا نشوفوا الجمله باش نقدروا نعربوها. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة في النص القرائي الفروسية من كتاب المنير للسنة الخامسة ابتدائي.